هذا السائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب فقه السنة لسيد سابق؟ هذا كتاب مثل سائر الكتب الفقهية، تسميته فقه السنة هذا فيه نظر، فيه نظر لأن معناه أنه موافق للسنة من كل وجه، وقد يكون فيه أخطاء، فيه اجتهادات، وهو ينقل من كتب الحنفية كثيرا، وهي كتب طيبة إن شاء الله وفيها فقه، لكن أن يقال هذا فقه السنة هذا فيه نظر، هذه تزكية يعني زائدة. نعم.